مرحبا بطلابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسي وياكم فصل جديد اسمه مونيرا واسمه البكتيريا. مونيرا هي مملكة من الممالك الخمسة اللي درسناها بالفصل الأول وهي الابتدائيات، وهذه المملكة إلها صفات وإلها مميزات ورح نأخذ عليها مثال بهذا الفصل اللي هو البكتيريا. وهذه المملكة هي أصغر مملكة بالكائنات الحية، يعني كائناتها الحية الموجودة في هذه المملكة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. تعريف المونيرا، من التعريف المهمة، تعريف المونيرا is a kingdom، مملكة من الممالك الخمسة، and this group is mostly unicellular. يركز الطالب على التعريف وعلى الكلمات المهمة اللي قد يجي ليس كتعريف لكن يجي كفراغات، أوكي؟ أو يجيني انطيني مثال على المونيرا. is mostly unicellular، إذا معظمه نمسح الهاية ونكتبه معظمه unicellular يعني وحيد الخلية. unicellular يعني وحيد الخلية. but some are multicellular، يعني قد يكون الكائن الموجود في المونيرا متكون هو أصلا من خلية واحدة خلاص، وقد يكون من عدة خلايا، يعني هذا هو كل كائن بس من عدة خلايا، أوكي؟ زين، إذن يا أما multicellular يا أما unicellular، لكن من الأكثر؟ تقولي لا ست unicellular، من الأقل multicellular. they don't have cell organelles، لا يحوي على organelles في الخلية اللي هي تابعة للمونيرا في مملكة الابتدائيات. ينتبه الطالب انه الخلية، هاي هي الخلية، اول شيء لا تحوي على organelles، يعني ست شنو الorganelles احنا ماخذيها بالصف اول متوسط اللي هي الميتوكوندريا وكولجي بودي والشبكة الاندوبلازمية والفاكيولز واللايسوسوم، هذه كلها صفات لأورجانلز موجودة وين؟ في الخلية. لكن في الابتدائيات في المونيرا لا توجد هذه الأورجانلز. زين ست، بعد أيضا لا يوجد نيوكليا ممبرين، يعني ست شنو؟ يعني لا يوجد نواة، هاي النواة وهاي النوية بالوسط ماكو هيجي شيء، والنيوكليا ممبرين هذه كلها هي نواة، هذا الغشاء اللي يحيط بالنواة اللي هو النيوكليا ممبرين يسموه غشاء نووي. هو اصلا لا يوجد نواة حتى تكون محاطة بغشاء نووي، اذا لا توجد لا هاي النوية ولا يوجد الغشاء مالتها، ولا توجد organelles like ميتوكوندريا او plastids بالنسبة للكائنات الحية الاخرى. اذا لا يوجد مثل هاي الخلية وين؟ في المونيرا، اذا نمسحها ما لنا علاقة بيها، اوكي. زين، انطيني مثال بكتيريا على المونيرا، مثال راح ندرسه. والطحالب الألقي نوع من انواع الطحالب وليس كلها، لانه اكو طحالب توجد فيها شنو؟ نواة، لكن هذه يسموها بلو جرين ألغي، تسمى بالبلو جرين ألغي، يعني الطحالب الخضر المزرقة، نوع من الطحالب ما عنده لا نواة ولا نيوكليا ممبرين ولا ميتوكوندريا ولا أي شيء، تمام؟ وبالتالي هي تابعة إذن لمن؟ للمونيرا، تمام؟ إذن المثال عليها بكتيريا and algae are members، members يعني أفراد المن لهذه المملكة. هذا بالنسبة إلى تعريف المونيرا، لكن أجي أريد أعرف البكتيريا، مثال على المونيرا. البكتيريا تعريفها mostly useful، إذن معظمها
ما أقدر أقول كلها، معظمها مفيد useful organism. إذا معظم البكتيريا، ليست كل البكتيريا جيدة، هناك بكتيريا تمرض الكائنات الحية زين، لكن معظمها مفيدة، وهسه راح ندرس الفائدة منها. مفيدة useful organisms deposit some pathogenic species، لكن بعضها بعض أنواعها هي pathogenic مرضية. إذن بعضها some pathogenic species. Bacteria are the most numerous organisms in the world, are found almost everywhere. من الكائنات اللي لازم أعرفها، من الكائنات اللي لازم أعرفها البكتيريا، إنه هي شنية، إنه هي أخليها في بالي موجودة everywhere، موجودة في كل مكان. إذا موجودة في كل مكان، هذه أخليها لازم في بالي. إذا located everywhere in the world، إذا موجودة في كل مكان. زين، they can live 5 متر below، يعني below ground، يعني قد تعيش تحت الأرض 5 متر اللي تحت، وتعيش في كل أنواع الماء، in all water types and in the body، تعيش في جسمنا، جسم الكائنات الحية، وفي جسمنا أو في جسم أي كائن حي، في داخل جسمنا وخارج جسمنا. إذا everywhere، في كل مكان. لكن أوكي، هذا تعريفها، لكن انطيني الصفات بشكل عام، general، انطيني صفاتها بشكل عام، ليس structure، لكن احكي لي عنها، هي شنو هي البكتيريا؟ أوكي، أنت قلت لي هي كائن حي يعيش في كل مكان، قد يعيش تحت الأرض وخمسة أمتار، وقد يعيش في كل أنواع الماء، وقد يعيش على جسم الكائن الحي، وحتى في داخل جسم الكائن الحي. إي أوكي، لكن انطيني الصفات، characteristics، الصفات العامة، general characteristics of bacteria. أول شيء لازم يعرف الطالب ويحط بباله إنه هي تابعة للبروكاريوتك. يعني ست شنو؟ شنو بروكاريوتك؟ إحنا درسنا السيل بالصف أول متوسط، ودرسنا إنه أنواع السيل نوعين، نوعين من الخلايا، خلايا اللي هي بروكاريوتك، ونوع آخر راح نجيب بعدين هو اليوكاريوتك. إذن بروكاريوتك يوكاريوتك، والاسمين ترى هذه لاتينية. بروكاريوتك يعني بدائية النواة، يوكاريوتك يو يعني حقيقية، كاريوتك يعني نواة باللاتيني، يعني حقيقية، ترو يعني ترو نيوكليوس، يعني حقيقية النواة. بدائية النواة معناها لا توجد لديها نواة، هاي الخلية، هاي الخلية اللي هي البروكاريوتك ليس لديها نواة، ولا يوجد فيها غلاف نووي مثل ما هسه سوينا، يعني لا اكو نواة ولا هذا الغلاف النووي نيوكليا ممبرين. لكن الحقيقية النواة هاي خلية، هذه النواة وهذا النيوكليوس تقول لك هياتني نيوكليوس، اوكي، وهذا النيوكليا ممبرين، اوكي، هذا اللي لازم نعرفه. بروكاريوتك يوكاريوتك يعني شنو؟ فمن نقول كائن هو بروكاريوتك، رأسا لازم اعرف انه هذا بدائي النواة، اي ليس لديه نواة ولا تحوي على غلاف نووي. زين ست، يعني ما عنده جينات، ما عنده جينيتك ماتيريال، لا عنده، لكن هاي الجينيتك ماتيريال على شكل خيط فقط، بدون ما يحيطها غلاف نووي، ما عندي هذا. انه رأسا موجود هذا الخيط، موجود في السيتوبلازم، يسبح في السيتوبلازم. اذا يوجد عندي جينات، يعني هذا هو DNA or
RNA، يا أما DNA أو RNA أو الاثنين. نقول and أحسن، and لأن بنحكي على البكتيريا، فنقول DNA and RNA. أوكي زين، إذا هذه موجودة free يعني حرة، not surround ما تحاط with membrane اللي هو nuclear membrane. أوكي هذه لازم الطالب يحطها في باله. أوكي هنا أنا لازم أيضا أعرف التغذية زين، وقلنا هذه منو بروكاريوتك، إذا عرفنا يونيسليلة، إذا هي متكونة من خلية واحدة وهذا الخيط هي تبيها. أكو نواة مثل هاي؟ لا. زين إذا هو عبارة عن يونيسليلة. أوكي هاي البكتيريا. زين كيف تتغذى؟ يا أما they are photosynthetic، هناك كائنات حية أو أنواع من البكتيريا ضوئية. يعني شنو نسبة ضوئية؟ يعني تصنع غذائها بنفسها عن طريق الضوء، عن طريق الضوء. حالة حال النبات، حالة حال النبات. أوكي أو هناك نوع من أنواع البكتيريا هيتيروتروفيك، إذا يا أما فوتوسينثيتيك يعني تسوي فوتوسينثيسس، يا أما هيتيروتروفيك اللي هي معناها شنو؟ مختلفة التغذية. هيتيرو يعني متباينة، قد تكون مرة إذا أكو ضوء راح يصير فوتو، وقد إذا ماكو ضوء شتاء مغيمة عايشة في مكان تحت التربة ماكو ضوء، إذا تعيش على كائنات حية أخرى. أو كيموسينثيتيك، كيموسينثيتيك وهي كائنات تعيش يعني بشكل كيميائي على يعني التغذية الكيميائية على كائنات حية أخرى. أوكي هذه بالنسبة للتغذية مالتها. إذا عندي شو 1 2 3 فوتوسينثيتيك هيتيروسينثيتيك هيتيروتروفيك and كيموسينثيتيك. زين زين ست كيف تتكاثر؟ تتكاثر بشكل عام، بشكل عام وليس بشكل خاص. بشكل خاص تتكاثر جنسيا، لكن جنرلي اسكشوال، اسكشوال يعني لا جنسي، لا جنسي يعني ست يعني شنو لا جنسي؟ يعني عن طريق الباينري فيجن، وهسه راح نجي بعد شويه عليها بالتفصيل. باينري فيجن يعني الانشطار، عن طريق الانشطار الثنائي، يعني الوحدة تصير اثنين، يعني الوحدة تصير اثنين تنقسم بالنص، نجي عليها. mostly is provided by cytoplasmic flow or flagella or gliding. يعني شنو؟ بعضها بعض هاي البكتيريا تتحرك، اي لكن كيف تتم الحركه مالتها؟ بواحد اثنين ثلاثه، ثلاث انواع من الطرق. يا اما عن طريق السيتوبلازميك فلو، يعني جريان السيتوبلازم. نشوف انه هسه لو نجي عليه الستركتشر، هذه هي البكتيريا، هذا السيتوبلازم الموجود في داخلها. إذا السيتوبلازم هذا كله يروح لي قدام، إذا نشوف البكتيريا راح تروح بهذا الاتجاه. إذا البكتيريا راحت السيتوبلازم مالتها كله بهذا الاتجاه، إذا راح تتحرك بهذا الاتجاه. إذا السيتوبلازم مالتها راح بهذا الاتجاه، إذا هي راح تلوف بهذا الاتجاه. هذه حسب الحركة مالتها، أو الحركة مالتها قد تكون عن طريق الفلاجيلا، هاي الخطوط البيضة هي أصوات، أصوات خيوط الله منطيه إياه طالعة منها. هاي الخيوط قد يكون خيط، قد يكون 5، قد يكون 10، حسب كل نوع بكتيريا، أو قد يكون 1 فتتحرك به، فيسمى بالصوت يعني الفلاجيلا، وتتحرك عن طريق الفلاجيلا أو عن طريق الجلايندينج. جلايندينج يعني جلايندينج يعني زحف، تزحف. اوكي عن طريق الزحف، هذه ايضا الحركه مالتها.
اوكي اجي على ال some of them pathogenic. pathogenic احنا قلنا يعني مرضي، يعني تمرض الكائنات الحية ومنها الإنسان. and some of them are useful، وبعضها مفيد للإنسان. إذن هنا حددنا في هذه النقطة إنه بعضها مرضي يمرض الإنسان وبعضها لا مفيد للإنسان، ونجي عليها بعدين. لكن خلي نجي على الستركتشر. ستركتشر تركيبها هذه هي البكتيريا، ورسمها مهم ومطلوب، رسمها مطلوب وعدكم بالكتاب موجود، والرسم مهم. نجي عليه. They have no nuclear membrane. إذن قلنا أول أساس لتركيب البكتيريا إنه إحنا عرفنا كل زين إنه ليس لديها نواة، وقلنا إنه التركيب الجيني أو genetic material DNA RNA أو النيوكليك أسيد الحامض النووي، الحامض النووي النيوكليك أسيد هذا الخيط يكون حر غير محاط with the nuclear membrane. خلينا نمسح هذا with nuclear membrane، ما يكون no nuclear membrane، خلينا نخليها no nuclear membrane. no organelles يعني شنو no organelles؟ قلنا ماكو عضيات. ما تقول نعم ست احنا اتفقنا على هذا الشيء، ما عندها عضيات، لا ميتوكوندريا ولا كلوروبلاست ولا بلاستيد، كل شيء ما عندها. اوكي the cytoplasm قبل شوية تقولي سينست ما هي فوتوسينثيتك، إنه بعض أنواع البكتيريا بعض أنواعها، لكن هذا النوع اللي إحنا ندرسه لا يوجد لديه كلوروبلاست. أوكي زين. the cytoplasm there are only ribosome. زينست لا نواة، فقط النيوكليك أسيدياته، لا ميتوكوندريا ولا بلاستيد. لا عشكوا بالسيتوبلازم، يوجد رايبوسومات. تشوفون هاي الدوائر الوردية، هذه رايبوسومات. الرايبوسومات هي أساس في بناء البروتين اللي يعيش عليه الكائن الحي ومنها البكتيريا. إذا هي تصنع لي البروتين، إذا الرايبوسومات هي اللي تصنع البروتين. إذا شو موجود عندي بالسيتوبلازم؟ فقط الريبوسوم من الأورجانلز، ده نحكي من الأورجانلز. أكو نيوكليا ممبرين لاست، أكو نيوكلياس لاست، لعد شكو فقط نيوكليك أسد أحماض أمينية DNA and RNA اللي هي تسمى بالجينيتك ماتيريال. واضحة؟ نعم ست. الريبوسومات موجودة فقط هنا. أنا عندي هذه مثلا كاتب لك بالرسم storage molecule، يعني جزيئات مخزونة، جزيئات مخزونة. أيضا عندي gas vacuoles يعني فجوات بها غازات للتنفس، أو غازات يعني ما CO2 اللي هي زايد عندها أو أكسجين، فهاي الغازات أو غير غازات نيتروجين، شوف شنو اللي عندها تحطه بهاي الفاكيول. اوكي زين. the cytoplasm نجي على الاغلفه. تقولي لي ست هنا لعد هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثه، ثلاث اغلفه ده تغلف الخليه. اوكي خلينا نشوف. اول شيء السيتوبلازم يتغلف بغلاف يسمى ممبرين. اذا هذا هو البلازما ممبرين. بلازما ممبرين يعني ممبرين يغلف السيتوبلازم، هذا اللي باللون الأزرق. إذا من هو اللي رأساً التاتش يكون ملامس للسيتوبلازم؟ يا ممبرين، تقولي ست الممبرين البلازما ممبرين. أوكي هذا واحد. اثنين أو طبعاً يسمى بالسيل ممبرين، أخاف ترى هو نفسه بلازما ممبرين أو سيل ممبرين، تعلموا عليه لأن هو اثنيناتين صحيح. بالرسم عندكم موجود سيل ممبرين أو بلازما، تريد تسميه as you like. زين حسب ما مدرستكم هي اللي تريد. The cytoplasm is coated by a membrane
ما بعد البلازما ممبرين يوجد هذا الغلاف الكوت الثاني اللي فوق اللي يغلف السيل ممبرين او البلازما ممبرين، يغلف الازرق من هو الاخضر ايضا ممبرين، لكن شو اسمه سيل وول، يعني اثخن من الممبرين، يسمى جدار الخلية. جدار اثخن يسمى جدار الخلية، اوكي يسمى جدار الخلية. بالشرح بعد ما شارح لكم على هذا الغلاف اللي لونه برتقالي، اوكي اللي هو هذا يسمى الكبسول. هذا الغلاف موجود فقط بالرسم، موجود فقط بالرسم، ما موجود عندكم بالشرح. هذا الكبسول يوجد في اوقات معينة لما تكون الظروف غير ملائمة، الظروف غير ملائمة لمن؟ للبكتيريا، والله سبحانه وتعالى يريد يحميها، يخاف عليها، هي هم كائن حي، فيخلي لها هذا الكبسولة كأنه تحتمي به لوقت معين إلى أن يصير الظروف زينة، الله سبحانه وتعالى يخليها تطلع من هذا الكبسول، تطلع من هذا الكبسول و تطلع البكتيريا بصحة وما متأثرة بالظروف الغير جيدة، وترجع تمارس حياتها كحركة وتنفس وطعام وتكاثر وغيره وغيره. أوكي، لكن ينطيني ملاحظة. الملاحظة شو يقول؟ يقول انتبه يا طالب، هذا السيل وول ان بكتيريا يختلف، different from the cell wall of a plant. different يعني نحط 10 خطوط او دائرة عليها. different راح تدرس ان شاء الله بالسادس اعدادي، او راح تدرس هسه بالنباتات ان شاء الله ايضا. تدرس السيل وول، جدار الخلية، وراح تعرف كل الزين انه جدار الخلية موجود جدار الخلية السيل وول يختلف تماما عن السيل وول الموجود في البلانت. Many bacteria have extensions called flagella. كثير من الزوائد، تشوف هاي بالخطوط البيضة، هذه زوائد extensions، يعني شلون احنا بالشعر اللي ينضاف الى الفتيات يسموه extension، فهذه زوائد تسمى بالاصوات، وهذه قلنا قبل شوية انه هي تستفاد منها وظيفة اولى، هاي واحد، ووظيفة ثانية. الوظيفة الاولى هي movement، اذا شو استفاد؟ what the function of flagella، ما وظيفة الفلاجيلا؟ movement and signal، movement and signal recognition، يعني شنو movement؟ يعني حركة. والsignal recognition معناها انه هذه استشعر شلون الوضع او الامان الموجود، اوكي. فهذه فوائدها نستفاد منها، يعني بما معناه تمييز الإشارات، signal إشارة، recognition يعني تمييز الإشارات، إذا كان هذا الشيء اللي أمام البكتيريا مفيد لو أمام البكتيريا مضر، أوكي. فإذا مفيد راح تروح له، إذا أكل أو فتشي فتتحسسه، يا أما أنه هذا مضر فتنهزم منه، دا يريد يأذيها أو يأكلها. بكتيريا usually one of three main shape، بكتيريا usually one of three main shape، ثلاث أشكال رئيسية. طبعا هي الكثير من الأشكال موجودة، لكن
الكثير من الأشكال موجودة، لكن ثلاث أشكال مهمة رئيسية تنحفظ. باسيلس يعني على شكل عصوي، كوكاي يعني على شكل كروي، سبايروتشيتا أو سبايرال يعني حلزوني، سبايروتشيتا أو سبايرال يعني حلزوني. هذه ننتبه لها. هذه هي الكوكاي يعني كروية الشكل، هذه بكتيريا، هاي بكتيريا، هاي بكتيريا، فمن جمعات فصايرة كروية الشكل ثلاثة مثل السبحة. باسيلس كأنه صوصجاية، باسيلس عصوي، وسبايرال اللي هو الحلزوني. أوكي. أيضا لازم أعرف إنه cytoplasmic membrane of some bacteria كري، يعني هذا اللي هسه اللي هو السيل ممبرين او البلازما ممبرين اللي لونه ازرق مهم جدا عند خلية البكتيرية. لازم اعرف انه مفيد بيش انه يحوي على respiration enzymes، يعني على انزيمات، يحوي على انزيمات تنفسية، وهذا تفيد البكتيريا انه تدخل الاكسجين عن طريقه وتستفاد من هاي الانزيمات التنفسية بإنتاج الطاقة وأيضا بدخول الأكسجين. photosynthetic enzyme وهذه انزيمات لعملية التركيب الضوئي للبكتيريا، هاي تساعد البكتيريا في إنتاج غذائها. وreceptor protein مستلمات بروتينية، مهم جدا الاي والبي والسي. يجيك سؤال cytoplasmic membrane of some bacteria carry فراغ فراغ and فراغ، او يجيك what is the cytoplasmic membrane consist of، ماذا تحوي؟ يحوي الغشاء السيتوبلازمي، الغشاء اللي يحط بالسيتوبلازم. راح تقول respiration enzyme، photosynthetic enzyme and receptor protein. تمام، بهذا انتهينا من تركيب الستركتشر، وبعد شوية راح نجي على التكاثر.